قامت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالعمل على تطوير مساكن الفئات الفقيرة الأولى بالرعاية بالمجتمعات الريفية داخل محافظة بني سويف ليتمتعوا بسكن بيئي وصحي وملائم لحياة كريمة. وقامت الهيئة بالعمل داخل محافظة بني سويف ضمن برامج تطوير السكن، حيث تم خلال 3 سنوات تطوير 1003 منازل بتكلفة وصلت إلى نحو 15 مليون جنيه داخل 7 قرى بالمحافظة. احنا في بني سويف بنشتغل في 7 قرى، يمكن اكتر اسر محتاجه شغل اكتر ومحتاجه ان احنا ندعمهم اكتر بتبقى في الريف المصري. احنا شغالين في بنشتغل في 7 قرى في بني سويف. اخر 3 سنين عملنا 1003 بيت تقريبا ب 15 مليون. متوسط البيت بيدخل فيه من 18 ل 35 ألف بناء على الشغل اللي احنا محتاجينه في البيت، سواء البيت محتاج محارة، محتاج تشطيبات، محتاج حد. احنا يمكن اكتر فئات بنشتغل معاها هي الشباب اللي هم مقبلين على الزواج. البيت كان واطي وجات الجماعة العائلة الانجيلية علوه وعقدوه لنا وصبوه، والسير كانت مغرقة الدنيا هنا، هم علوه واحنا قاعدين في استثنائي لحد ما يشطبوا لينا. بشكر الهيئة القبطية والتحالف الوطني ان هم ساعدوني في فترة زمنية قريبة جدا وانا شاب وكنت داخل على مشروع جواز، وفعلا كان شقتي ناقصاها حاجات، فعرفت ان الهيئة القبطية بتساعد الناس في الجواز والمشاريع مع الشباب، فتوجهت لهم فعلا وفي اقرب وقت واقرب زمان فعلا الناس توجهوا تواصلوا معايا وجوني ووقفوا معايا وساعدوني في شقتي، والحمد لله بقى عندي شقة اهي وأسرة، والحمد لله على الوضع اللي احنا فيه.